القلبي بل بالأدبي تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو شرح لكتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة الصدق، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل، الكلمات في حقيقة الصدق، أو في بعض النسخ: فصل في كلمات في حقيقة الصدق. هنا يذكر في هذا الفصل بعض كلمات السلف والعباد والزهاد وعلماء السلوك في تعريف الصدق والمراد به. قال: قال عبد الواحد بن زيد، قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى: الصدق الوفاء لله بالعمل. قال: الصدق الوفاء لله بالعمل. وعبد الواحد بن زيد البصري يعني أحد الزهاد العباد، حدث عن الحسن وعطاء وغيرهم، وحدث عنه وكيع وآخرون، يعني توفي بعد سنة 50 و100 في القرن الثاني. قال: الصدق الوفاء لله بالعمل. قال: وقيل موافقة السر النطق. وقيل الصدق موافقة السر النطق، يعني ما ينطق به، يتكلم به باللسان، يكون موافقا لما في قلبه. وقيل استواء السر والعلانية. وقيل استواء السر والعلانية، يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته، كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. يعني دائما في كتاب الله تعالى يأتي يعني أو يعني في كثير من المواضع في كتاب الله تعالى يأتي الكذب بمعنى النفاق، يعني فيصف الله تعالى المؤمنين بالصادقين ويصف المنافقين بالكاذبين. فالمنافق كاذب لأنه يعني علانيته خير من سريرته، يظهر علانية صالحة وسريرته سيئة. فالصادق الذي هو المؤمن الذي هو في مقابل المنافق، فهذا يعني يستوي سره وعلانيته، بمعنى أنه كما أن باطنه كما أن يعني علانيته موافقة للشرع، فباطنه كذلك وسريرته موافقة للشرع، فهو موافق يعني للحق، يعني ومخلص لله تعالى ظاهرا وباطنا. وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. يعني بالنسبة للتعريف السابق، ليس المقصود أنه يعني هناك مانع أن يكون الباطن خيرا من الظاهر، هذا لا يضر، يعني لو الباطن أحسن من الظاهر هذا لا يضر، ولكن الذي يضر أن يكون الباطن أسوأ من الظاهر، هذا الذي يضر. وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة، يعني يقول بالحق، يكون شجاعا يعني، ولا يخاف لومة لائم في الموطن الذي يتوقع أن كلمة الحق يعني يحصل له بها الأذى والضرر في الدنيا، فهو صادق يقول كلمة الحق ولا يبالي. وقيل كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. وقيل كلمة الحق عند من تخافه وترجوه، هذا في معنى ما قبله أيضا، أنه يقول كلمة الحق عند من يخافه، مثلا من يعني مثل حديث يعني السيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وكذلك في الحديث الآخر: كلمة الحق عند سلطان جائر، وما أشبه ذلك. فهو يخافه، يعني يخاف عقابه ويرجو نواله يعني وعطاءه إذا داهنه يعني ومدحه بالباطل وكذا. فالصادق يعني يقول كلمة الحق في حضور من
يخاف يعني بأسه وعقابه إذا أسخطه، ويرجو يعني عطاءه وإكرامه إذا داهنه، ومع ذلك يقول كلمة الحق عنده، فهذه علامة الصدق. قال: وقال الجنيد رحمه الله: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. قال الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. هنا هذا الكلام يعني فيه إشكال كبير، لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله توقف عنده وبذل وسعه في توجيه هذا الكلام. فالإمام الجنيد رحمه الله يقال له سيد الطائفة، وكان من العباد الزهاد رحمه الله تعالى. فقال: وهذا الكلام يحتاج إلى شرح. هنا تعليق الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: هذا الكلام يحتاج إلى شرح، وقد يسبق إلى الذهن خلافه. يعني لو أن الواحد منا سئل يعني قبل اطلاعه على كلام الجنيد لا توقع خلاف ذلك، أن الكاذب هو الذي يتلون ويتغير والصادق هو الثابت يعني. لكن كلام الجنيد العكس، أن الصادق يتغير في اليوم 40 مرة والكاذب ثابت على حالة واحدة. فقال: وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، وقد يسبق إلى الذهن خلافه، وأن الكاذب متلون، لأن الكذب ألوان فهو يتلون بتلونه. الكذب أنواع وأشكال، فالكذب يتلون باختلاف أنواع الكذب. والصادق مستمر على حالة واحدة، فإن الصدق واحد في نفسه وصاحبه لا يتلون ولا يتغير. يعني يقول هذا الذي يتبادر إلى الذهن يعني لأول وهلة. قال: لكن مراد أبي القاسم صحيح غير هذا. أبو القاسم هو الجنيد رحمه الله، كنيته أبو القاسم. فقال: مراده صحيح ومراده غير هذا. فإن المعارضات والواردات التي ترد على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي، بل هو فارغ منها، فإنه لا يرد عليه من قبل الحق موارد الصادق، ولا يعارضه الشيطان كما يعارض الصادقين، فإنه لا أرب له في خريبة لا شيء فيها. فيقول الكاذب يعني مثل الخريبة، لا أرب للشيطان فيه. ولهذا يعني جاء في قوله تعالى قال عن الشيطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في الآية الأخرى قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهنا الملاحظ يعني أن الشيطان قال يعني حلف بالله تعالى أنه سيقعد على الصراط المستقيم، يعني ما قال أنه سيقعد على طرق الضلال، وإنما يقعد على الصراط المستقيم ليصد السائرين عنه. يعني الذي سلك طرق الباطل خلاص ارتاح منه الشيطان، فهذا لا أرب له فيه، يعني هو سلك طريق الضلال، فلا عمل للشيطان، يعني لا يحتاج الشيطان إلى مزيد عمل فيه، يعني طالما هو لا منع يعني أيضا أنه الشيطان يعني يحرضه على الاستمرار في هذا الطريق، لكن تعب الشيطان معه قليل، يعني هو سلك هذا الطريق. لكن الذي سلك طريق الحق هذا الذي يقعد له الشيطان على الطريق ويحاول أن يحرفه عنه، يأتيه من جهة اليمين ليحرفه يمينا، يعني ويأتيه من جهة الشمال ليحرفه شمالا، ويأتيه من يعني أمامه ليقف أمامه حتى يقف ولا يواصل السير، ويأتيه من خلفه يناديه حتى ينتكس ويرجع إلى الوراء، وهكذا. فيحاول أن يحرفه يعني يمينا إما في اتجاه البدع ويعني والغلو في الدين، أو في الشمال في اتجاه المعاصي والفسوق وكذا، أو يقف له يعني في الأمام يعني ليصده عن مواصلة السير، يكون أمامه فيمنعه من مسارعة في الخير ويبطئه عنه، أو يقف من ورائه ليدعوه إلى الرجوع والانتكاس بعد أن سار، وهكذا يعني. فإذا الشيطان مشغول يعني بمن يسير على الطريق المستقيم ليحرفه، وهو في جهاد معه. فهذا معنى أنه الصادق يعني في اليوم 40 مرة، ليس المقصود حقيقة العدد يعني، وإنما المقصود
المبالغة، يعني أنه طول اليوم في جهاد إيه مع الشيطان، ويلوم نفسه ويجاهد نفسه وشيطانه، والشيطان يريد أن يحرفه عن الحق وهو يجاهد نفسه. أما الكاذب فهو يعني يسير في طريق الباطل، والشيطان لا عمل له معه. فلهذا قال: ولا يعارضه الشيطان كما يعارض الصادقين، فإنه لا أرب له في خريبة لا شيء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعها، فلا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان، ومن عمل إلى عمل، ومن حال إلى حال، ومن سبب إلى سبب. يعني كلما خشي أن هذا العمل أو الطريق أو كذا أنه يعني لا يرضي الله تعالى فينتقل عنه وكذا. أما الكاذب فلا يبالي، يعني يمشي في أي طريق لا يبالي أرضى الله أو أغضب الله، فهو مستمر فيه. لكن الصادق دائما يحاسب نفسه مما يؤدي إلى أنه ينتقل يعني من حال إلى حال. قال: لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه. يعني يقول حتى لو كان في حال أو مكان أو سبب يطمئن إليه، يخاف أنه أنه ينشغل بالدنيا عن طاعة الله، يعني حتى الشيء الذي هو يعني يرتاح إليه ويطمئن إليه يخاف أن يكون هذا قاطعا له عما هو أرضى لله منه، فيبدأ يعني يعاتب نفسه. قال: فهو لا يساكن حالة ولا شيئا دون مطلوبه، فهو كالجوال في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء. كالجوال في الآفاق، يعني مثل التاجر الذي يعني يسافر من بلد إلى بلد يطلب غنى يفوق به الأغنياء. يعني فالأحوال والأسباب تتقلب به وتقيمه وتقعده وتحركه وتسكنه حتى يجد فيها ما يعينه على مطلوبه. وهذا عزيز فيها، فقلبه في تقلب وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه وعظمته، وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم أو حال أو يساكن شيئا غيره. فمطلوبه يعني عظيم، وهمته يعني لا تقنع بما هو دون الوصول إلى مطلوبه العظيم. قال: فهو كالمحب الصادق الذي همه التفتيش على محبوبه. وهكذا حال الصادق في طلب العلم، وحال الصادق في طلب الدنيا. فكل صادق في طلب شيء لا يستقر له قرار ولا يدوم على حالة واحدة. يعني دايما يسعى للازدياد منه. فيضرب هنا مثالا بالصادق في طلب العلم، يعني لا يصل إلى حد معين ويقول خلاص أنا اكتفيت كده وهذا يعني يكفي وتوقف عند هذا المكان، ولا يبذل يعني جهدا ولا طاقة في الازدياد. فهذا يدل على عدم صدقه في الطلب. فلو كان صادقا في الطلب تجده دائما يعني يبحث ويفتش ويعني ويسعى دائما إلى الازدياد ومزيد التحقيق في المسائل. وكذلك الذي يكون صادقا في طلب الدنيا يعني لا يقف عند حد معين ويقول يعني إنك اكتفى بهذا، ترون يعني أصحاب مثلا الشركات الكبرى وأصحاب يعني دائما كل يوم يفتح مشروعا جديدا ويوسع هذا الفرع ويعمل كذا ويفتح مجالا آخر للتجارة وفرعا في بلد آخر، فدائما يعني كل يوم عنده شغل يعني. فهذا معنى أن الصادق دائما يتقلب في اليوم 40 مرة، أما الكاذب خلاص هو يعني واقف عند حد معين وراضي به ولا يبالي بالنتائج ولا يغير ولا يبالي. قال: وأيضا فإن الصادق، قال: فكل صادق في طلب شيء لا يستقر له قرار ولا يدوم على حالة واحدة. قال: وأيضا فإن الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، يعني ما يحبه الله تعالى، فهو متقلب فيها يسير معها أين توجهت ركائبها. يعني مثل البوصلة التي تقوده، يعني الذي يسير في الطريق ومعه يعني الخريطة أو الجهاز الذي يدله على اتجاه الطريق، فهو يشوف يعني أين رضا الله سبحانه وتعالى وهو يسير فيه.
فهنا يوجهه إلى اتجاه، إلى هذا الاتجاه ثم هذا الاتجاه ثم، فهو يسير أين توجهت ركائبها ويستقل معها أين استقلت مضاربها، يعني أين المضارب لأماكن ضرب الخيام، يعني نصب الخيمة، يعني كالذي يكون مسافرا في الطريق ويأتي مكان يعني مناسب للنزول فيه فيضرب الخيمة في هذا المكان ويقيم فيه. فهو يقول يعني يسير مع محاب الله تعالى وما يرضي الله تعالى، إذا وجهه إلى أن يضرب خيمته في هذا المكان ويقيم فيه أقام فيه، إذا وجهه إلى أن ينتقل عنه إلى مكان آخر انتقل. قال فبين هو في صلاة إذ رأيته في ذكر ثم في غزو ثم في حج ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره من أنواع النفع ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين والدنيا. فضرب مثلا هنا بتنوع أبواب الخير والأعمال الصالحة، فقال الصادق يعني اليوم تراه في الصلاة، الذي بعده تراه في ذكر ثم في غزو ثم في حج وتعليم أمر بمعروف نفع للخلق إلى غير ذلك، أو يقوم بسبب، هذا السبب يعني يعمر به الدين والدنيا. قال فهو في تفرق دائم لله وجمعية على الله، يعني هو جامع، يعني جمع بين أمرين، يعني التفرق والجمعية. التفرق بمعنى الانشغال بأعمال صالحة مختلفة متنوعة، فهو في كل يعني باب من أبواب الخير يضرب فيه بسهم، هذا تفرق. وانشغال بالناس مثلا في يعني في طاعة الله تعالى، يعني وأمرهم بالمعروف وتعليمهم وكذا، وفي نفس الوقت وفي جمعية على الله، يعني قلبه مجموع على الله تعالى متعلق بالله. لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع ولا يتقيد بقيد ولا إشارة ولا بمكان معين لا يصلي إلا فيه وزي معين لا يلبس سواه وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها مع فضلها عليها في الدرجة وبعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض. يعني يشير هنا إلى أنه من يعني مداخل الشيطان، وهذا بيّنه الإمام ابن القيم رحمه الله يعني أكثر من مرة، أن الشيطان يعني يريد أن يحرف الإنسان على أنواع ودرجات، يعني الهدف الأسمى للشيطان أن يحرفه من التوحيد إلى الشرك، إذا عجز عن هذا الهدف يحرفه مثلا إلى بدعة أو إلى مثلا كبيرة، إذا لم يتمكن يحرفه إلى صغيرة، إذا لم يتمكن يحرفه مثلا بالانشغال بالمباح عن الطاعة، إذا لم يتمكن من هذا. فحتى داخل الطاعات يعني الشيطان لا ييأس، يعني حتى لو الإنسان يعني جاهد نفسه وشيطانه وانتصر عليه في كل هذه المراحل ولم يستطع الشيطان أن يحرفه إلى شرك ولا إلى بدعة ولا إلى كبيرة ولا إلى صغيرة ولا أن يشغله بالمباح، يعني الذي لا نية فيه ولا يستعان به على طاعة أو كذا عن الطاعة، فيأتي الشيطان ويشغله بالطاعة المرجوحة عن الطاعة الراجحة. فهذا يعني من أنواع حيل الشيطان، أنه يشغله بعبادة مثلا مرجوحة وأجرها يعني أقل عن عبادة يعني أكبر وأجرها أعظم وهو قادر عليها ومستطيع لها، ولكن يشغله. فيقول يعني الصادق يعني لا يحصل له هذا الشيء، أنه يتوقف عند عبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها، فأحيانا الشيطان يعني يجعله خلاص يعني يشغله بعبادة معينة مرجوحة، وهذا يعني آخر شيء، يعني الشيطان عندما يأس يعني من المراحل الأخرى فيشغله بعبادة مرجوحة ويجعله يترك بسببها عبادة أخرى يعني أفضل منها مع فضلها عليها، يعني أفضل منها في الدرجة، وبعدها عنها كبعد ما بين السماء والأرض، ومع ذلك ينشغل بالمرجوحة. فهذا غير الصادق، يعني أما الصادق فإنه يسير كما ذكرنا، يشوف ما هو الأرض لله تعالى ويعمله. فإذا كان مثلا في عبادة مرجوحة وجد عبادة هي أرجح منها وأعظم أجرا وهو يعني قادر عليها وكذا، فيتوجه لها
فالصادق يغير، يعني لهذا يشرح معنى أن الصادق يتحول ويتغير بخلاف الكاذب ثابت على طريقة واحدة. وإن كان طبعا مع ملاحظة يعني أن الذي يثبت على عبادة مرجوحة يعني لا يوصف بأنه كاذب يعني، ولكن يعني أقل صدقا يعني من ممن يعني يبحث عما هو أرضى لله ويسير معه. قال: فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع وعبادة النفس وإيثار مرادها والإشارة إليها كلها في هذه الأوضاع والرسوم والقيود التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم فضلا عن السير من قلوبهم إلى الله تعالى. يعني هنا يقارن ابن طريقة الصادقين وطريقة هؤلاء الذين يعني وضعوا لأنفسهم يعني رسوما وعادات وقواعد يعني طقوسا ويعني بحيث يعني ربط نفسه بمكان وطريقة محددة وشيء لا يغير ولا يبدل فيه مع كونه يعني مرجوحا وغيره أفضل منه. فقال يعني هذا أكثر شيء يفتح على الإنسان باب البلاء والآفات والرياء والتصنع، ويعني كونه يقيد نفسه بقيود ولا يريد أن يغيرها، يعني قيود غير، طبعا الكلام هنا عن قيود غير مشروعة يعني من عند الله تعالى، ولكن هو يعني حبس نفسه في قيود هو وضعها لنفسه. فيقول هذا يجعله محبوسا عن السير إلى قلبه لإصلاح قلبه فضلا عن أن يسير بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزيه وقيده وإشارته ولو إلى أفضل منه استهجن ذلك ورآه نقصا وانحطاطا لرتبته عندهم. يعني لازم مثلا يعني من أمثلة ذلك مثلا قد يلازم وردا معينا مثلا ليس مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيه فضل مثلا معين وارد فيه، أو وينشغل به مثلا عن يعني عن أذكار ورد فيها فضل أعظم. يعني هناك عندنا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل يعني أنواع معينة من الذكر، ومثلا من مثل يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها مثلا 100 مرة حطت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 درجة وكتبت له 100 حسنة وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي إلى آخره، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة مثلا إلى آخره. فنجد أحاديث صحيحة في فضائل يعني أذكار معينة وفي ثوابها العظيم أو كذا. فمثلا أحيانا بعض الناس ربما يعني مثلا شيخه يقترح عليه مثلا ذكرا بطريقة معينة ليس فيها فضل ولا ثواب محدد ولا وارد في السنة أو كذا، يعني قد تدخل في عموم يعني فضل الذكر، لكن يعني غيره أرجح منه وأفضل وكذا، فينشغل بالمفضول ويرى أنه لو خالفه لو ترك مثلا هذا المفضول أنه نقص وانحطاط عن الرتبة. فهو يعني وضع لنفسه قيدا أنه هو يعني يسير بطريقة معينة حتى لو لم يكن هناك دليل يعني من السنة على فضلها، ولا ويترك ما هو أفضل وأعظم وأرجح وكذا. فإذا انتقل عن الشيء الذي يعني قيد نفسه به أو يلازم مثلا لبس زي معين مثلا ليس فيه فضل في القرآن ولا في السنة ولا في يعني، ويرى أنه إذا خالفه مثلا ولا غيره أنه حتى إلى ما هو أفضل منه أنه يعني يرى أنه تنقص رتبته. قال: وهذا شأن الكذاب العامل على عمارة نفسه ومرتبته، ولو كان عاملا على مراد الله منه وعلى الصدق مع الله لأثقلته تلك القيود وحبسته تلك الرسوم، ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. يعني قال لو كان يعني فعلا صادقا مع الله تعالى هو يبحث بصدق يعني عن الذي هو أرضى لله تعالى وأعظم أجرا عند الله ويتبعه بغض النظر عن كون هذا هو الذي تعود عليه ولا الذي يعني ليس الصادق ليس عنده مانع أن يغير عادته إلى ما هو أفضل وأحسن وأنفع وكذا، لكن يقول يعني
الكاذب، وكما ذكرنا يعني ليس بالضرورة الكاذب يعني هنا معنى المنافق، أو يعني قد يكون يعني صالحا ولكن يعني أقل يعني صلاحا من الأول، أنه يعني تعود على أشياء معينة ولا يريد أن يغيرها أيا حتى إلى ما هو أفضل. قال: فكلام أبي القاسم الجنيدي رحمه الله حق كلام راسخ في الصدق عالم بتفاصيله وآفاته ومواضع اشتباهه بالكذب. يعني يقول كلمة الجنيد يعني كلمة مشكلة يعني أول ما تقرأها، لكن هي كلمة رجل راسخ في الصدق عالم بتفاصيله وآفاته، فلذلك إيه يعني شرحه بهذا الشرح. قال: وأيضا فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحمال بحمله الثقيل. يعني تفسير آخر أيضا وتوضيح لكون الصادق يتغير ويتلون بخلاف الكاذب، يعني يثبت على حالة واحدة. فقال إن الصادق يحمل حملا ثقيلا مثل الحمال الذي يحمل فوق ظهره حمولة ثقيلة، فهي تثقل ظهره فيحاول يعني يغير ظهره إلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة وينحني قليلا ويحاول أن يريح نفسه يعني حتى يستطيع مواصلة حمل هذا الثقل. قال: والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلا البتة، فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، ولا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله. فهذا أيضا سبب تغير الصادق وعدم تغير الكذب. قال: وقال بعضهم: لا يشم روائح الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. لا يشم روائح الصدق عبد داهن نفسه أو غيره، يعني من المداهنة يعني يعني من المداهنة إنسان يعني يقنع نفسه بخلاف يعني حقيقتها. يعني دائما الصادق هو معترف يعني بينه وبين نفسه أنه يعني مذنب وأنه مخطئ وأنه مقصر، هو يعرف يعني حقيقة نفسه، بينه وبين نفسه هو يعرف يعني حاله وأنه يعني مقصر في شكر الله وفي طاعته، فهو مقر بذلك ويسعى لإصلاح نفسه. لكن الكاذب يداهن نفسه، يعني يمدح نفسه أنه هو أكمل إنسان وهو يعني أعلى الناس دينا وإيمانا وهو الطائع وهو التقي وهو الكاذب، فيداهن نفسه، فبالتالي لا يسعى للتغيير يعني للأحسن ومحاسبة نفسه. وكذلك الذي يداهن غيره يعني ممن يكون على باطل وكذا وله مصلحة عنده فيمدحه بالكذب ويمدح الجاهل بأنه عالم والفاسق بأنه تقي ومن أجل المصالح الدنيا ومن أجل كذا، فهذا حال الكاذب يعني. أما الصادق فهو يقول كلمة الحق ولا يخشى لومة لائم ويحاسب نفسه ويعترف يعني أمام نفسه بما فيها من عيوب ويسعى في إصلاحه. قال: وقال بعضهم: الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحيي من سره لو كشف، قال الله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا أخذه يعني من إشارة الآية، عندي في الحاشية: القائل أبو سعيد القرشي، كما في الرسالة القشيرية. فقال: الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحيي من سره لو كشف، قال الله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا يعني تفسير إشاري، يعني أخذ من الآية إشارة إلى أن الصادق يعني يمكنه أن يتمنى الموت وليس عنده شيء يعني يستحيي أن يكشف أمام الناس بموته. لكن ابن القيم رحمه الله يعني له وجهة نظر يعني في هذا الكلام. قال: قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف. هذه الآية فيها للناس كلام معروف. قالوا: إنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعجز بها اليهود ودعاهم إلى تمني الموت،
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن الآيات إيه فيها خطاب لليهود، يعني يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. قال أخبر أنهم لا يتمنونه أبدا. قال وهذا علم من أعلام نبوته، علامة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب، ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدا. يعني اليهود كانوا حريصين على يعني معاندة النبي عليه الصلاة والسلام وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بوسعهم يعني لو يعني في الظاهر أنه كان يمكنهم أن إذا سمعوا هذه الآية أن يتمنوا الموت ليثبتوا صدقهم، لكن الله تعالى لم ينطق ألسنتهم بتمني الموت، يعني سمعوا الآية الكريمة تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ومع ذلك لم يتمنى أحد منهم الموت، فكان ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. تجدنهم أحرص الناس ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم. قال وقال الطائفة، تفسير آخر، لما ادعت اليهود أن لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وأنهم أحباؤه وأهل كرامته، كذبهم الله في دعواهم وقال إن كنتم صادقين فتمنوا الموت لتصلوا إلى الجنة دار النعيم، فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. ثم أخبر سبحانه أنهم لا يتمنونه بسبب ما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوه، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قال وقال الطائفة منهم محمد بن إسحاق وغيره، هذا تفسير آخر، هذه من جنس آية المباهلة. قالوا هذه من جنس آية المباهلة. تعرفون آية المباهلة، قلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيجتمع يعني أهل الكتاب ويأتون بأنفسهم وأهلهم والنبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي يعني بأهله ويأتي بنفسه وأهله وأبنائه يعني ذريته عليه الصلاة والسلام، ويعني كل فريقين يدعو على الكاذب المفتري أن يلعنه الله تعالى ويهلكه، يعني من كان كاذبا من الفريقين أن يلعنه الله تعالى ويقول لعنة الله على الكاذب منا. فهذه المباهلة. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ما تباهل محق ومبطل إلا لم تمر سنة على المبطل حتى يهلكه الله تعالى، يعني قال هذه من سنن الله تعالى الكونية، يعني ما حصلت مباهلة بين محق ومبطل إلا المبطل لا يكمل سنة يعني إلا ويهلكه الله تعالى. فلما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة فعرفوا يعني أنهم لو باهلوا النبي عليه الصلاة والسلام ستحل عليهم اللعنة والهلاك، فامتنعوا من ذلك ورفضوا أن يباهلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله وغيره من الأئمة يعني قالوا هذه الآية فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أنها بمعنى المباهلة، يعني نجعل لأن معنى فنجعل لعنة الله على الكاذبين أنهم يدعون أن الكاذب منهم يلعنه الله تعالى، واللعنة هنا شاملة لإهلاكه في الدنيا، يعني أن الله تعالى يهلكه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. فهذا معناه أنهم لو كانوا صادقين لدعوا بأن يلعن الله تعالى الكاذب، لو كانوا هم صادقين لدعوا بذلك وهم مطمئنون أن هذا الدعاء لن يحل عليه، لكن لكونهم يعني من الكاذبين فلذلك لا يدعون بهذا. نعم عندك سؤال؟ واضح المعنى؟ نعم. فقال هذه من جنس آية المباهلة، وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى عيانا وكتموا الحق دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه، وهو أن يدعوا بالموت على الكاذب المفتري،
قال والتمني سؤال ودعاء. تمنى تأتي بمعنى سأل ودعا يعني. فتمنوا الموت, قال فتمنوا الموت وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري. قال وعلى هذا يعني التفسير الأخير, فليس المراد تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين. يعني ليس المعنى أنهم يدعون على أنفسهم بالموت مباشرة, وإنما يدعون على المبطل من الطائفتين سواء هم أو خصمهم, أن يدعوا بالموت على المبطل من الطائفتين, فهذا هو القصد يعني. بل ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل. قال وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق وأسلم من أن يعارضوه بقولهم فتمنوه أنتم أيضا إن كنتم محقين أنكم من أهل الجنة لتقدموا على ثواب الله وكرامته. والقوم كانوا أحرص شيء على معارضته, فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله. يعني يقول لو كان التفسير كما فسره الفريقان الأولان, يعني أنه طلب من اليهود أن يدعوا على أنفسهم بالموت, فقال لو كان كذلك لكان اليهود سيردون, يقولون يعني للمسلمين طيب أنتم تزعمون أنكم صادقون وأنكم تدخلون الجنة فأدعوا أنتم أيضا على أنفسكم بالموت. فلكنهم لم يطلبوا ذلك من المسلمين. قال فدل على أن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يدعو كل من الفريقين على من كان مبطلا أن يميته الله ويهلكه يعني. فهذا الذي أخافهم وجعلهم يمتنعون منه يعني, لأنهم يعرفون في أنفسهم أنهم كاذبون. يعني سبحان الله اليهود يعني كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق يعني, وتجد في كتب السيرة تجد مواقف كثيرة يعني كانوا يصرحون فيها بأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق. في قصة حيي بن أخطب وأخيه يعني, لما هذا تحكيه أم المؤمنين الصفية رضي الله عنها, وكانت طفلة صغيرة يعني, كانت طفلة صغيرة وكان أبوها حيي بن أخطب سيد اليهود, وعمها كانوا يعني يخرجون للعمل يعني في النخل وكذا في النهار, ويرجعون يعني ويرجعون في الليل. فكانوا يعني إذا رجعوا في الليل فتقول يعني كانوا يهشاني لها, وكان طفلة يعني صغيرة وكذا ويمازحانها وكذا, فيتلقونها يعني بترحاب وابتسام وكذا. فذكرت أنهما يعني رجع يوما كئيبين حزينين, وهذا في اليوم الذي قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة, وكان قد في أول النهار سمعتهما يقول أحدهما للآخر يعني تعالى ننظر إلى هذا الذي يعني يزعم أنه نبي وكذا, ونرى يعني إن كان هو النبي. فرجع في ذلك اليوم كئيبين حزينين, فسمعت أباها وعمها يعني أحدهما يقول للآخر أهو هو, يقول أهو هو, قال هو هو يعني, واحد يقول قل هو هو يعني النبي الخاتم, قال هو هو, قال فما في نفسك منه, قال عداوته ما بقيت, قال فما في نفسك منه, قال عداوته ما بقيت, يعني يقر يقول هو هو النبي الخاتم, يقول هو النبي الخاتم, طيب ماذا ستفعل, يقول عداوته ما بقيت, عياذا بالله تعالى. وحتى يعني لما في قصة أيضا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين, في قصة الرجم يعني لما أرادوا أن يغيروا حد, غيروا هم حد الرجم وجعلوا بدل رجم الزاني أنه يحمم يطلى بالحميم يعني بالفحم الأسود ويركب الحمار مقلوبا ويشهر به في البلد, يعني بدل عقوبة الرجم. فقالوا يعني نسأل عنه محمدا صلى الله عليه وسلم, يعني نقول له هذا حد الرجم في ديننا وفي كتاب. قالوا فإن أقرنا عليه
إن أقرنا عليه كان لنا يعني عذر عند الله تعالى، نقول يا رب هذا حكم نبي، يعني قدما نأتي يوم القيامة نقول هذا حكم نبي، سألنا نبيا وحكم لنا بها، وإن يعني وإن لم يقرنا عليه فقالوا فنحن نكذبه فيما هو دون ذلك. هم أصلا يكذبون في أشياء كثيرة، مش هتفرق معهم يعني لو كذبوه في أشياء كثيرة فيكذبونه في هذا أيضا إذا لم يقرهم، لكن إن أقرهم يقول يكون لنا عذر عند الله، نقول يا ربي هذا حكم النبي، ونحن يعرفون أنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه صادق، ومع ذلك يصرون على معاندته. قال وأيضا فإنا نشاهد كثيرا منهم يتمنى الموت لضره وبلائه وشدة حاله، يعني يقول أيضا أن مجرد تمني الموت ليس دليلا بالضرورة على صدقه في إيمانه، لأن من الناس يعني من يتمنى الموت بسبب الضر والبلاء وشدة حاله ويدعو به، وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة، فإن هذا لا يكون أبدا. يعني اليهودي أو كذا يعني أو عموما يعني المشرك يعني قد يتمنى الموت بسبب ضر وبلاء، لكن لا يمكن أن يتمنى الموت في مباهلة بالدعاء على الفرقة المبطلة أن يدعو أنه إن كان مبطلا أن يهلكه الله ويميته، لأن اليهودي يعلم أنه مبطل. قال فإن هذا لا يكون أبدا ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم حسدا وبغيا، فلا يتمنوه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون. قال وهذا القول هو الذي نختاره والله أعلم بما أراد من كتابه، فهو يختار هذه الآية بمعنى المباهلة. قال وقال إبراهيم الخواص رحمه الله، رجع مرة أخرى لتعريفات الصدق يعني وكلمات فيه. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه، فعلامة الصادق أنه دائما إما في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. وطبعا قد يشكل على هذا يعني أن الأنبياء أو الصالحين وكذا كانوا يعملون المباحات يعني من أكل وشرب ونوم ومشي وجلوس، لكن فهذا يدخل في كونه فضلا باعتبار الأمور بمقاصدها، يعني أنه إذا كان يستعين بها على الطاعة والعبادة وكذا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، فيعني إذا يستريح من أجل مواصلة العبادة والطاعة، أو مثلا يسعى في كسب الرزق من أجل يعني أن يستعين بهذا المال على الطاعة والعبادة، فيكون في يعني لا يخرج عن كونه في فضل أو فرض حتى لو كان يعني مشغولا بمباح بنية صالحة. وقال الجنيد حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب، حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب، يعني مثل قصة أصحاب كعب بن مالك رضي الله عنه، الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم أرضهم، فكانوا في موقف يعني إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تخلفوا عن الغزو وهم يعني كانوا قادرين عليه وعندهم مال وعندهم نفقة وعندهم قدرة صحية على الغزو وأنهم تخلفوا، فكان هذا سيؤدي إلى غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وإلى أن يهجرهم، ولو كذبوا كما كذب المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على حسب ظواهرهم، فكان المنافقون يأتون وهذا يقول كنت مريضا، والثاني يقول كنت فقيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وعاملهم على حسب ظواهرهم، أما الذين يعني صدقوا فغضب منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم 50 يوما لا يكلمهم أحد، فلكن يعني هؤلاء الصحابة يعني صدقوا رغم يعني علمهم بأن الصدق قد يؤدي بهم يعني إلى ضرر في أول الأمر ليكون اختبارا لهم في صحة صدقهم وثباتهم على هذا الصدق، ثم تأتي العاقبة الحميدة
عندما يثبتون بعد ذلك، فجاء ثناء الله تعالى عليهم ومدحهم بالصدق في كتاب الله، وصارت منقبة لهم يعني، وحصلت لهم العاقبة الحميدة. يعني صبروا 50 يوما وفازوا يعني برضا الله تعالى ورضا النبي عليه الصلاة والسلام، وثناء الله عليهم في كتابه وثناء المؤمنين عليهم. في المنافقون كذبوا مثلا حتى يعني تخلصوا مثلا من لوم النبي عليه الصلاة والسلام لهم 50 يوما، لكن باءوا بالذم واللعن والوعيد يعني في الدنيا والآخرة وكذا إلى آخره. فالصادق يعني يصدق في موطن يعني يكون فيه كلمة الحق يعني تؤدي إلى ضرر في الدنيا، ومع ذلك يصدق ويتحمل هذا الضرر. وقيل ثلاث لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة. يعني يقول الصادقون يلقي الله تعالى عليهم إيه يعني حسنا وهيبة يعني. قال: وفي أثر إلهي. وفي أثر إلهي يعني حديث قدسي: من صدقني في سريرته صدقته في علانيته عند خلقي. من صدقني في سريرته صدقته في علانيته عند خلقي. وقال سهل بن عبد الله: أول خيانة الصديقين حديثهم أنفسهم. حديثهم أنفسهم، يعني لعل المقصود يعني حصول شيء من العجب بالعمل أو نحو هذا يعني. قال: وقال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من علامات الصديقين. أيضا هذه الكلمة من الحارث المحاسبي رحمه الله فيها إشكال سيجيب عنه الإمام ابن القيم. كيف يعني المؤمن الصادق لا يحب أن يطلع الناس على سيء عمله؟ يعني الظاهر أن المؤمن يعني يكره ذلك، يعني يحب أن يستر الله عليه، وأن يعني لا يحب أن يكشف ستر الله عليه، وأن يطلع الناس على شيء سيء وكذا. فلهذا يجيب عن هذا الإشكال يعني. قال: وفي هذا نظر، لأن كراهته لاطلاع الناس على مساوئ عمله من جنس كراهته للضرب والمرض وسائر الآلام، وهذا أمر جبلي طبيعي. يعني قال إن اطلاع الناس على عمل سيء يعني عمله الإنسان، فهذا شيء يحزنه مثل ما يعني يكره أن يضرب أو يمرض أو يتألم، أو يعني كراهة طبيعية يعني، فهو يكره يعني مثلا الفضيحة وانكشاف الستر وكذا، فكراهته لذلك يعني هو أمر جبلي طبيعي. ولا يخرج صاحبه عن الصدق، لا سيما إذا كان قدوة متبعا، فإن كراهته لذلك من علامات صدقه، لأن فيها مفسدتين. يعني يقول لا سيما إذا كان هذا الصادق يعني الناس يقتدون به ويتبعونه، فهو يكره يعني أن يطلع منه على عمل سيء، لأن فيها مفسدتين: مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على الخير وتنفيذه، ومفسدة اقتداء الجهال به فيها. يعني إذا الناس اطلعوا منه على سوء، فهنا يحصل مفسدتان: الأولى أن الناس من المؤمنين الصالحين يتركون يعني الاقتداء به ولا يثقون فيه، والجهال يحسبون أن هذا العمل السيء أنه عمل صالح لأن الشيخ فلان يعمله، فيقتدون به في العمل السيء وينال وزرهم. فضرر من جهتين يعني، الصالحون يذمونه ويتركون الاقتداء به، والجهال يجعلون العمل الصالح هذا العمل السيء يحسبونه عملا صالحا ويقتدون.
فكراهته لاطلاعهم على مساوئ عمله لا تنافي صدقه، بل قد تكون من علامات صدقه. قال: نعم، المنافي للصدق ألا يكون له مراد سوى عمارة حاله عندهم وسكناه في قلوبهم تعظيما له، فلو كان مراده تنفيذا لأمر الله ونشرا لدينه وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ودعوة إلى الله فهذا الصادق حقا، والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. قال: وأظن أن هذا مراد المحاسبي بقوله: ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. فهو الإمام ابن القيم رحمه الله وجه كلامه بأن قصده أنه يعني لا ينشغل، يعني ليس هذا يعني هو هدفه ومراده في يعني أن يظهر عند الناس بصورة حسنة وكذا، يعني هو هدفه ومراده يعني رضا الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أنه يعني يكره اطلاع الناس على سوء عمله، لكن ليس هذا هو يعني الهدف أن يزين حاله عند الناس. نعم، هو طبعا هذا ليس حديثا ولا يعني لا قال: فإنهم يرون ذلك فضولا ودخولا فيما لا يعني. فرضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: فهذا وأمثاله يعدونه ويرونه من سيئ الأعمال عند العوام والجهال. يعني الله تعالى أعلم يعني بمقصوده بالاستشهاد بقول أبي بكر رضي الله عنه، لكن يعني لعل المراد هنا يعني أنه عند الجهال والعوام يعني قد يظنون أن مثلا الخليفة أو الحاكم إذا يعني تسامح مثلا لمن يبخل يعني بإخراج عناق أو عقال أو شيء يسير يعني في الزكاة ويمنعه، أن هذا يعني من كرم الخليفة مثلا والحاكم وتسامحه، ويعني قد يمدحونه يعني بتهاونه في شيء من حقوق الله يعدونه يعني أنه مثلا من كرمه وسخاء نفسه وعدم تدقيقه فيه. بينما مثلا الصديق رضي الله عنه يعني قال: اللي هيمنع من يعني لو منعوني عقالا يعني لو، وهذا يعني لضرب المثل يعني لو البعير كانوا يؤدونها في الزكاة مربوطة بعقال الذي يربط به البعير، لو أدوها بدون العقال لقاتلتهم عليه، يعني كناية عن أي شيء صغير امتنعوا من أدائه يعني. والعناق اللي هي الشاه الصغيرة وهي لا تؤخذ في الزكاة، ولكن يعني ضرب بها المثل يعني الأصغر شيء يعني تركوا أداءه سأقاتلهم عليه. فهو يعني يقول قد يكون هذا عند العوام والجهال يرون أن هذا يعني التدقيق والتشديد مثلا عليه أن هذا يعني ليس مما يحمد عند العوام، لكن الصديق رضي الله عنه لم يبالي يعني بما يمدحه به العوام أو يزين حاله عند العوام والجهال، المهم أن يعني يفعل ما يرضي الله تعالى، فلعل هذا القصد يعني. قال: وقال بعضهم: من لم يؤدي الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. إذا الصدق هذا الفرض الدائم، بقية الفروض مؤقتة يعني لأن هذا فرض مستمر مع الإنسان يعني في كل وقت. وقيل: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل، يعني أصبح عنده بصيرة ونور يميز به بين الأمور. وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. هذه تشبه الكلمة السابقة اللي هي أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب، فهذا في نفس المعنى يعني يرحمكم الله. وضرب مثالا هنا قال: وقيل ما أملق تاجر صدوق، يعني من هذا الصدق في التجارة، يعني مثلا تاجر قد يظن أنه يعني إذا كذب وأخفى عيبا في البضاعة ودعا فيها محاسن ليست فيها
أن هذا الكذب سينفعه، والبضاعة مثلا ستروج والناس يشترونها ويربح أكثر، وأنه لو صدق يعني قال والله هذه السلعة معيبة وفيها عيب كذا وكذا وليس فيها الصفات الحسنة، فلو صدق يعني أن الناس ستنفر ولن تشتري ويقل ربحه وكذا، فالصدق يعني يظن أنه يضره، فقال عليك بالصدق هو سينفعك يعني. طبعا الصدق كما ذكرنا يعني أوسع، يشمل صدق الحديث هو نوع من الصدق يعني، ويشمل صدق القلب وصدق العمل فلهذا قيل ما أملق تاجر صدوق، يعني التاجر الصدوق سبحان الله بالعكس يعني هو إذا الناس جربوا عليه الصدق يثقون فيه أكثر، ويعني حتى لو خسر مثلا قليلا بسبب صدقه في بعض المواقف لكن العاقبة الحميدة له يعني بإذن الله تعالى، الناس تثق فيه وتقبل عليه يعني. هذا نعم نعم، وهذا غير طبعا كما تفضلتم هذا في الدنيا يعني غير أجره وثوابه في الآخرة، ممن يظله الله في ظل عرشه ويكون مع النبيين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.